كنظن اليوم هالطالبات اللي قدروا يجهروا بهاد الجرائم الجنسيه داخل الكليات وداخل الجامعه المغربيه هم حاملات مشعل التغيير. كنظن اليوم الا كانت اجيال سابقه من النساء كيسكتوا على العنف بجميع انواعه انا احيي هالطالبات لانهم تحملوا مسؤوليه الجهر بجرائم مجتمع مازال ما كيقبلش اننا نتكلموا عليها. هذا لقاء اللي كانت فيه ندوه صحفيه اللي تسلط الضوء على هذا الملف ديال الجنس مقابل النقاط. هذه مساله ولات اصبحت قضيه راي عام، وحنا بغينا ننوروا الراي العام على الظروف والملابسات ديال هذا الملف هذا واللي تعرضوا فيه مجموعه ديال الطالبات للابتزاز من اجل الحصول على ابتزاز جنسي من اجل الحصول على النقاط. الملف معروض امام القضاء حاليا، ما يمكنناش نفصلو في الجزئيات ديالو لانه لا قانونا ولا اخلاقيا ما يمكنناش نفصلو في النقط اللي حنا كنقولوا، وهو انه المسانده ديالنا تبقى قويه دائما مع هاد الطالبات، ماشي غير مع هاد الطالبات، مع اي طالبه غادي تجي ولا اي موظفه ولا اي امراه تكون ضحيه ديال اعتداء جنسي غنكونوا مجندين. علاش؟ لان هاد الظاهره استفحلت بواحد الشكل كبير، والشيء اللي ما صغيناش وهو انه اعتدنا كنسمعوا بان كيكونوا ملفات ديال اعتداء جنسي من اطراف اشخاص عاديين. هنا الامر كيتعلق باساتذه جامعيين، حنا كبرنا في المدرسه، قرينا في مدرسه عموميه، في جامعه عموميه، عمرنا ما تعرضنا لهذا الاضطهاد، بالعكس حنا عندنا ذكريات جد طيبه مع الاساتذه اللي كونونا واحتوونا ووصلونا لهذا الشيء اللي حنا وصلنا ليه، تعلمنا على يديهم المبادئ والاخلاق والقيم، وعطاونا واحد القوه ديال اننا كيفاش نكونوا نحترموا راسنا. دابا ولينا كنشوفوا العكس، هذا حنا راه ما عندناش حرب مع شي استاذ معين، لا، ما كنقولوش بان الاساتذه ديال التعليم راه كلهم مفلسين، لا، حنا كنقولوا كل من تبت عليه هاد الجرم ديال الاعتداء الجنسي يجب ان يعاقب، ويجب ان يعاقب طبقا للقانون. فهاد الملفات ديال سطات، لا، هاد الملفات ديال سطات هما 14 على حسب اللي كاين، جوج الطالبات الاخريات ما بغاوش يتنصبوا كمطالبات بالحق المدني، وانتم راه عرفتوا بان سي الطالبه خدات 70,000 درهم مقابل انها تنازل، كاين ابتزاز فيما يخص الطالبات الاخريات، بقاو طالبتين اللي بقاو متشبتين بالحق ديالهم واللي ما خضعوش وما نسلخوش هذا ما نسلخوش شيء لديك الشهوات والرغبات ديال هذوك الاساتذه، وفضلوا انهم تعرضوا. انتم سمعتوا بان وقع لهم، داروا لهم ميل بان غشوا في الامتحانات وطردوا بدون اي محاسب، بدون اي ما يمروا بجميع المراحل. نظمنا هذه الندوه اساسا باش نسلطوا الضوء على ثلاث نقط. النقطة الأولى باش نقولوا للرأي العام الوطني. النقطة الأولى باش نقولوا للرأي العام الوطني وللناس ديال الجامعة والمكونات الجامعة المغربية على أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا وهيئة الدفاع تحترم الجامعة. لا تكن أي ضغينة أو حقد، نحترم الجامعة لأننا أبناؤها. إحنا خرجنا من رحم أمهاتنا ونعتبر أنفسنا كمحاميات ومحاميين وكنشطاء حقوق الإنسان وكإعلاميين أن الفضل الكبير يرجع إلى المعلم والأستاذ والمدرس والأستاذ الجامعي، لأن لولاهم لما وصلنا، وكذلك لولا رعاية الوالدين لما وصلنا إلى. لذلك كاين رحم الأم اللي خرجنا منه ورحم الجامعة وخرجنا لهذا المجتمع. فهذه الرسالة الأولى اللي بغينا نوصلوا لها ونقولوا بأن كاين هنالك ناس شرفاء نحترمهم ونقدرهم، ونعتبر أن هذا الملف ومثيلاته من الملفات التي ستعرض أو تعرض الآن على أنظار القضاء، لأن كنقول ستعرض، تصل بنا الطالبات، تصل بنا موظفات، لا زالت شكايتهم ترحب رداهات النيابات العامة أو لدى الضابطة القضائية في أثناء البحث. يعني كنقول اعتبروا حنا هذه الملفات هي حالات شاذة، والشاذ لا مجال له في الحياة العامة، الشاذ يجب أن يواجه، وأول من واجه هذه الحالة الشاذة هن الطالبات،
هؤلاء الطالبات اللي خصنا نرفعوا لهم القبعات، هن شجاعات كسروا طابوه من الطابوهات الكبرى في هذا المجتمع المحافظ الذي يعتبر اي حديث في مجال الجنس او التحرش الجنسي او الاغتصاب هو واحد النوع من الحشومه، وان هذه البنت خرجت على الشرف ديالها، وان هذه البنت خرجت على شرف الاسره، وما كتقدرش البنت تحكي هذا الشيء حتى لاقرب الناس اللي هي كتكون الام ديالها. هاد البنات كانت عندهم الشجاعه هما والجمعيه اللي احتضنتهم اللي هي الشبكه ديال المواطنه في مدينه سطات، بالاضافه الى طالبات اخريات في مدن اخرى، وفضحوا هذا المستور. الان الرساله الثانيه، حنا سنعتبروا هذه حاله شاده، وملي تنقولوا حاله شاده ما عندناش شي خصومه شخصيه مع هذاك السيد هذاك الاستاذ او ذوك الاساتذه، لاننا حنا تعلمنا على امثالهم ان المتهم بريء الى ان تموت ادانته، ولكن الضحيه كذلك لها حقوق، لها حقوق على القضاء، لها حقوق على المجتمع، لها حقوق على الاسره، لها حقوق علينا كذلك. وبالتالي دستور 2011 اللي جعل من المكانة المرأة سامية وأعطاها واحد المكانة كانت في الدساتير السابقة تعطى لقدسية الملك جلالة الملك حفظه الله ونصره في دستور 2011 تنازل عن قدسية أو عن جعل المؤسسة الملكية مقدسة وجعل في الفصل 19 الحقوق للمرأة للأسرة أرقى بها إلى أعلى مقاعدة دستورية في الوطن. وبالتالي كنظن الاحترام ديالها وتأمين الحقوق ديالها أمام القضاء وأمام المجتمع وفي التحصيل وباش تكون امرأة منتجة ومساهمة في التنمية التي نتوقع يجب أن لا يمارس عليها ما مارس على هؤلاء. النقطة الثالثة، القضاء مع كامل الأسف في ملف سابق أصدر حكما وكان حكما لم يثلج الصدر ولم يطفي الضغينة مقابل التنازل التي أدلت به الضحية أو الناجية في مجتمعات تحترم نفسها وفي قضاء قوي ومستقل استقلالا تاما ونزيها ما كان عليه أن يقول ذلك الحكم. ويجب إعادة النظر في المتابعة وإعادة النظر في وضعية لا يعقل أن الناس كاين حالة تلبس كاين قرائن يتابعون في حالة صراح. أحيانا كتلقى الإنسان ما عنده حتى شي حاجة ومعتقل. المغاربة يجب أن يعاملوا سواسية والمساواة في التعامل وفقا للقانون الذي جعلها دستور 2011 هو شيء مهم. إذا هذه الرسائل التي أردنا أن نتوخى تبليغها وأن نقول للرأي العام وأن نقول للأسر هؤلاء ماشي بناتكم بوحدكم، بناتنا حتى حنا كذلك، وحنا هذا المجتمع المغربي المعروف بالتعاضد والتآزر لن نتخلى عنهن، كما أننا ما غيخلعنا لا وزير التعليم ولا رئيس الحكومة، لأنهم كانوا كيحترموا نفسهم السيد وزير التعليم ما كانش يخرج بهذيك التدوينة، كان يقدم على الأقل استقالته هو تيعرف الجامعة قبل وكانت قضايا طرحات في مراكش قبل، هو جه فيها واحد النشيط حقوقي من أجل هذه القضايا اللي هو محمد المديني اللي كان مواليه في واحد القضية. إذن اليوم احنا إلا كنا كنحترموا نفسنا وكنحترموا دولة الحق والقانون وكنحترموا الدستور، هذا الوزير ما كان عليه أن يقوم بديك التدوينة. وبالمناسبة سيكون موضوع شكاية قضائية لأننا نعتبر تلك التدوينة أو تلك التصريح ديالو هو تدخل في السلطة القضائية، وهذا مجرم ومحرم على أي مسؤول في الحكومة أو في أي مؤسسة كيفما كانت.